السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من أوتوماكس تول. مثل ما عودتني شركة أوتل على أحدث إصداراتها، اليوم جبت لكم أحدث إصدار واللي هو IM608 Pro 2 المحدث، واللي هو نسخة جديدة عن IM608 العادي والIM608 البرو. خلينا نعرف مواصفاته أكثر ونتعرف عليه ونتعرف على الاختلاف ما بينه وبين الإصدارات القديمة. طبعا هو جهاز فحص مسح وبرمجة بالإضافة إلى برمجة الريموتات والمفاتيح. جهاز بيدعم سكانفين واللي هو المسح الضوئي، واللي بتقدر تشتغل عليه على أنواع السيارات للتعرفة، بتقدر تتعرف على السيارة بشكل أسرع. نظام أندرويد 10 بالإضافة إلى أنه ذاكرة 128، وصول عشوائي، ولا ننسى هذا الجهاز هو عبارة عن شاشة 10 بوصة مع وصلة GFCI المحدثة، واللي بتقدر تشتغل على نظام كان FD، وبتقدر تشتغل أونلاين على السيارات رانج روفر والمرسيدس بنز، وبالإضافة للبي ام دبليو والأودي والعديد من الماركات التجارية. الجهاز بيشتغلي على 85 نسبة بالمية من أنواع السيارات، إن كانت أمريكية أو أوروبية أو آسيوية أو صينية. كما بيدعمني جميع أنواع اللغات، وبيقدر يشتغل بجميع أنحاء العالم من دون ما يقفل أو يسبب لك أي مشاكل. ولا ننسى أنه الجهاز بيدعم 36 خدمة برمجية، بالإضافة أنه فينك توصله على جهاز فيديو كاميرا، تقدر توصلها على هذا الجهاز، تقدر توصل للأماكن الضيقة وتتعرف عليها، إن كانت MV108 أو 105 فينك تشتغل عليهم بهذا الجهاز. الجهاز تحديث مجاني لمدة عام، بالإضافة لضمان لمدة عام. إن شاء الله يكون الفيديو نال إعجابكم، لا تنسوا طلبوا هذا الجهاز على هذا الرقم الموجود بأسفل الفيديو. شكرا لكم.